السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي دلوقتي من خلال المايكرو ومن خلال البرمجة اقدر اعرف مسار البرنامج موجود فيه او الملف اللي انا فاتحه دلوقتي موجود فيه. اقول له مايكرو مانجر واجي هنا اقول له انا عايز اعمل مديول، بيقول لي هتسميه ايه؟ هقول له ستارت، لو بالانجليزي يبقى اجمل ستارت، تمام. وبعد كده هعمل جواه ماكرو، ممكن اجي هنا اكتب الماكرو اوتوماتيك، يعني اكتب انا ايه بابليك فويد واروح كاتب اسم الماكرو اللي انا عايزه، بس خليني اقول له بيلد سوليوشن واعملها بدي اسهل ماكرو، اسميه مثلا باص نيم واقول له اوكي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اخليه يجيب لي رساله. طيب الرساله دي بتبقى اسمها ايه؟ تاسك دايلوج دوت شو، يعني اظهر لي التاسك دايلوج دوت، وهقول له سمي تايتل، ده العنوان، خلي تايتل الجزء الاولاني بكتب فيه العنوان. وبعد كده المحتوى اللي هيتكتب هقول له مثلا باص نيم واديله نقطتين، اي حاجه بكتبها بين علامات الاقواس ما بتفرقش، السيمي كولون اللي في الاخر محدش ينساها، علامه زائد. وبعد كده هقول له this اللي هو الملف اللي انا فاتحه دلوقتي، الابلكيشن ابلكيشن دوت اكتف دوت دوكمنت دوت باص نيم، تمام. وبعد كده هقول له build solution، ما دام ما جابليش اي رساله خطا او ما شتمش وما عملش قله ادب يبقى كده البرنامج شغال سليم. اقدر اجي هنا واقول له على الباص دوت واقول له رن، هيبدا يقول لي باص نيم ويجيب لي المسار ويجيب لي الستارت تايتل اللي هي كلمه اللي احنا لسه كنا غلبانها من شويه.